حقيقة فيما يتعلق باتفاق الرياض نعتبر أن هذا الإنجاز هو حدث يعني تاريخي مهم انتظرناه منذ فترة طويلة لرد الصدع الوطني، فهو يصب في المصلحة الوطنية لأن آثاره وتبعاته ستكون إيجابية بالنسبة للشرعية، وستكون إن شاء الله بالنسبة لميليشيات الانقلاب يعني وبال عليهم، لأن معروف أن ميليشيات الحوثي تسللها يتم من خلال الشروخ التي يعني تحدث في الصف الجمهوري. تنفيذ اتفاق الرياض له أهمية جدا في تلاحم الجبهة الداخلية، في تلاحم الجبهات الشرعية، في تحقيق الانسجام واتفاق داخل الجبهات الشرعية، وهذا بدون شك راح ينعكس على الجبهات وعلى مستوى الاقتصاد وعلى كل المستويات بشكل عام، وعلى الخدمات وعلى اسعار الصرف وعلى كل شيء. لانه اتفاق الرياض ان صدق، ونتمنى ان يصدق وان تكون النيه موجوده، ونتمنى من اخواننا في العروبه، في الدين، في المصير، في التاريخ المشترك أن يصدقوا، لأنه أمننا من أمنهم واستقرارنا من استقرارهم، وهذا الاتفاق هو يصب في مصلحة استقرار المنطقة بشكل عام ليس فقط اليمن. تنفيذ اتفاق الرياض يعني هو اللبنة الأولى أو الخطوة الأولى للتصالح الوطني والوقوف أمام الميليشيات الإرهابية الحوثية، فبهذا الاتفاق إن شاء الله تعالى نخطو الخطوة الأولى لإصلاح الاقتصاد وإصلاح البلاد وتوجيه البندقية والنضال نحو ميليشيا غيرت قيم الأمة وعاداتها وتقاليدها ودينها، ولكي تجتث هذه الآفة الخطيرة فلا بد من الوحدة وتنفيذ هذا الاتفاق، اتفاق الرياض. إذا نفذ اتفاق الرياض فإنه سيكون يعني ضربة من الضربات الموجعة للمشروع الإيراني على وجه الخصوص وللمشاريع الأخرى، أيضا سيعيد للمملكة العربية السعودية ثقلها التي كانت ولا زالت وموقعها في الشعب اليمني، والشعب اليمني يكون للمملكة كل الاحترام والتقدير، فمحافظة المملكة على تنفيذ الاتفاق والسير كما هو مخطط ومرسوم له ضمن الآلية التنفيذية يعيد للمملكة هيبتها ومكانها.